طبعا برضو هذا الرجال موجود جنب الكوف هذه اللي توديك لأعماق عميقة تحت البحر. المكان أعمق من قوة المركبة هذه واستحق الاستكشاف، ولكن قدرنا ندخل لحد جميل جزيرة كهف الديدان الكبيرة اللي عايشة في المشروم وتدخل وتطلع. أوتش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لعبة سبرناتيكا لعبة البحر جزء العاشر. شكرا على التفرج اللي قاعدكم تفرج هذا الحد، ونكمل اليوم رحلتنا رحلة الإنقاذ. من زمان أرسلوا لنا قالوا إنه على بعد 500 متر وعلى بعد آخر في ناس تانين فرحت قالوا لنا نروح نساعدهم، فهذول الشخصين بنروح نساعدهم كلهم. لا شخص واحد بس هذا اللي هناك، راح نشوف اذا في احد موجود ولا لا يمدينا نساعدهم ولا لا. في مكان في الكهوف عندنا غواصه دحين نقدر نروح لها نشوف ونشوف الرساله موجوده ايش بتقول فيها، عشان يمكن نلاقي احد ثاني برضو نحاول ندور عليه. This is Officer Keenan, Light Pod 19. واحد اسمه كينان. The captain is gone. I have assumed command. Oh. The last thing the captain did was give me coordinates for dry land. We regroup 1.5 kilometers southwest of the crash site. Stay together and good luck. This message will now repeat. Rendezvous coordinates corrupted. Transmission origin coordinates downloaded. Signal location uploaded to PDA. هذا هو على بعد 1300 متر، شكله في عميق شوية. هذا الأوفيسر كينان، واحد اسمه كينان كان في المركبة لما الكابتن ما أدري سالفة الكابتن بالضبط، بس قال ذا كابتن از جان، يقول الكابتن راح، فما أدري هو توفى هو مشي هو مهم، قال هو حيصير الكابتن المناوب عنه. وقال إيش كمان؟ إنه هو كابتن مناوب. يقول اسكت. اوكي. قال حنجتمع على بعد كيلو ونص من استنى قال انه حيجتمعوا على بعد كيلو ونص على بعد كيلو ونص. طيب خلاص اوكي. المهم هو صار الكابتن دحين وقال حيجتمعوا في مكان اللي اظن اللي هو هناك. قال اي احد ناجي يجتمع على هذا البعد، فكله المفروض نجتمع هناك. لا هو قال نجتمع في مكان، وهذا مكان صدرت منه الرساله، فيمكن اذا رحت هناك الاقيه يمكن ما الاقيه. فعندنا مهمتين انقاذ، غالبا ما حلاقي احد عايش. بس بقول كذا ما ادري شايف، ونشوف فين مكان اللقاء اللي قال عنه نجتمع فيه، واذا نلاقي الناس اللي نجتمع معهم. احد فهم شيء؟ لا شكرا. لما نروح هناك حنفهم ان شاء الله. معلش اوكي. سو في شيء مهم جدا قبل ما نروح مسافه بعيده زي، طبعا معانا الغواصه قاعد نغطس جوا ممتاز، ولكن تحت ال 100 متر لا تنسوا ايش يصير. ابدا الاكسجين حقنا ينقص بسرعه، يصير نحتاج كميه اكسجين اكثر من العاديه، فيخلص الاكسجين بسرعه، فنحتاج حاجه اسمها ريبريذر. اللي هذه هي ريبريذر، اهم شيء تحتاجه لباقي اللعبه، لانك تقدر تتنفس almost تقريبا طبيعي تحت ال 100 متر من غير ما يحتاج، من غير ما ينقص الاكسجين حقه اكثر من العاده. فاحنا سوينا خزان اكسجين كبير، فافضل نروحوا معانا الريبريذر اللي خلينا نتنفس تنفس طبيعي في اعماق البحر. فنحتاج فايبر مش ووايرنج كيت. الفايبر مش تحتاج زرعتين خضر ملوخيه من تحت المويه، ووايرنج كيت سهله نحتاج له فضه، فنحتاج نجيب هذه الزرعه سهله، نحتاج الفضة مكان الفضة اللي هو قلنا بيننا وبين المركبة الكبيرة هذه. طبعا لازم يكون معانا أكل، ما عندنا أكل كفاية، وهذا الشيء ياخذ مساحة، ما أعرف أخذ معايا ولا لا. هروح أجيب حبتين فضة فقط لا غير، هذا مش فضة هذا ملح، ونجمع أكل معانا في الطريق، ونجيب أشياء حقة الموية معانا في الطريق. أنا أظن في الطريق قلنا الطريق عندنا مكعب نقدر ناكله صح؟ ممتاز. فين الغواصة؟ هذه الغواصة السيموث موجودة في البحر. نطلع ندور في فين عندنا دحين طبعا بوصلة، فنقدر نشوف انه على الايست في الشرق الايست، المكان اللي بين الغواصة المركبة الكبيرة وبين مكان ال يا معلش
هذه الأماكن اللي فيها الفضة، نحتاج حبتين فضة، نحتاج زرعات الفضة طبعا، حجرتها مدورة مو كذا شكلها. أنا اكتشفنا هذه الأشياء كلها ولا لا؟ دائما نخلي عين مفتحة، نجمع أشياء مفيدة. سمكات عضاضة هناك، أيوه هنا الأشياء اللي نلقى فيها فضة أو ذهب. نشوف عندنا فضة أو ذهب، كمان السمكة اللي تعضك ليثيوم مفيد مفيد مفيدنا. بعدين ذهب، ايوه بس ما نبغاه دحين، نحتاج ناكل بشده. خلي عينك غواصه، انتبه من انتبه من الغواصه، من ال السمكه ما فيها لحم، انتبه من ال سمك القرش الحجري لانه وغد كبير، كل ما تجي له فرصه شوف فيها مركبتك يكسر لك اياها. الله احتاج فضة عشان نروح نشوف اذا في احد موجود عند الباد الثانيين، الاشياء الاسكيب بادز اللي هربوا بيها الناس، اللي ما يعرف اقول اسمه بالعربي الى الحين اسكيب بادز. ابغى احط نوتة في جوالي عشان اروح ادور عليها وقت افضح. طبعا شوف نقدر نقعد في البحر زي ما نبغى، ما في مشكلة الا الكهرباء حقت الغواصة، ما في مشكلة في الاكسجين طالما قاعدين جوتها. ليثيوم، ما نبغى ليثيوم، ما نبغى ليثيوم. نحتاج حبتين فضة. هذه حجرة. طيب شفت المشكلة؟ على طول الأخت ما عنده وقت. هذه حجرة مدورة ولا مكعبة؟ لا مو مكعبة، حجرة مدورة دائرية. وخره. وإذا حد شاف شيء تحت مفيد مهم زي هذا الاشياء يقول لنا. عادي ما يخوف. اي تقول في مكان غريب تحت. اخر. تقول في كهوف عميقة مرة في دي المنطقة. وتؤدي الى مكان غريب. نقدر ندخل بس طبعا غواصتنا هذه معنا حلوة وكل شيء ما نقدر ندخل فيها اكثر من 200 متر، بس نلقي نظرة عشان نسد الجوع الاستكشافي لجواتكم. بنحاول نشرد بسرعة من هناك. كهوف غريبة 140 متر، اللون صار غريب، إن شاء الله ما يطلعنا بركان زي أول. 180 متر 190 متر. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. شفت على طول الغواصة تبدأ تتعور إذا دخلنا أكثر من هذا العمق، فانتبهوا. آه طبعا ما أتعور لو دخلت أكثر من هذا العمق. بس ما عندنا الشيء اللي كنت رايح أجيبه. أو ما عندي البطارية، ما عندي بطارية، ما عندي الريبريزر اللي بحاول أسويه حق التنفس، فحقعد ما أستفيد. فيعني خلي إذن الغطسة هذه المرة الجاية. في قزاز هنا طبعا، قزاز مفيد، حجرة مدورة، نشوف إذا فيها فضة. فضة يا سلام، حبة فضة ممتاز. طبعا ما ننسى إن إحنا تحت المية متر، فالأكسجين ينقص بسرعة جدا. هذه الأغنية ما نحبها جدا، فنشيل الصوت لأنه ما أدري إيش يقولوا فيها بالضبط. زي ما قلنا المرة الماضية، بعض الأغاني يقولوا فيها كلام بلغات أخرى، تكون سانسكريت أو لاتيني أو أحيانا يكون كلام مش كويس، فإحنا نشيلها إيش عشان إذا كانت بيقول كلام كويس. أيوه حبة فضة، فنطلع. هذه الأغنية طبعا تجي في ذا المكان، ففي ذا المكان نشيل الأغنية بالمرة. إذا كان كمان حبة فضة ناخدها، ما يحتاج. في المخرج طبعا تبه دائما في كهوف، خاصة وانت على رجولك تسبح بيدينك، المخارج احيانا تكون صعب تلاقيها، ولكن لقيناها بسهولة الحمد لله. اوكي نرجع دحين ونركب الريبريذر. طبعا في الطريق بنروح نجمع الزرعات الطويلة متشعبة اللي شكلها زي الملوخية وشو البحر، عشان احتاجها هي كمان هذه الزرعات. Emergency. Starvation imminent. مزعج جدا. ناكل هذا الحبة. شايفين؟ Vital signs stabilizing. هذا الشيء مفيد دائما نجمعه. طبعا حنحتاج مكان عشان الزراعات كبيرة، فنحط الأشياء اللي هي مش مفيدة حاليا في الصندوق حقنا هنا. في الصندوق. Upgrade؟ لا مش Upgrade، في صندوق. شكله ما في صندوق، شكل الصندوق لازم أنت تركبه بعدين. فنرمي الأشياء اللي هي موجودة بكثرة بوفرة، مثلا هذه حقت البطاريات ناخذها من بعيد، نرميها نرميها نرميها.
مويه نحتاجها، نحتاج الصحة حقتنا، ليثيوم نادر نحتاجه، سيليكون نحتاجه، حديد موجود بوفرة نرميه في ذا المكان. فكذا ان شاء الله مدينا ناخذ لنا زرعتين. اوكي، واحد اثنين، ممتاز. في مكان، او في مكان، خلنا ناخذ الاشياء اللي رميناها راحت. مين اخذ اشياءي؟ ناخذ هذا الاشياء، حبتين هذا من مفيدة، ونروح الغواصة حقتنا ونرجع. الغواصة حقتنا راحت طبعا، دائما عينك الغواصة حقتك تسير احيانا تكون تحت البحر في مكان غميق مرة ومفجوع وخايف خايف وحالتك حالة. وما تلاقي الغواصة حقتك اللي تبغاها وتتورط وتموت من الخوف. خواف إيه، تبي احيانا تستخدم الغواصة بسرعة، يمكن الغواصة تخبطك وتتعور، تسوي ريبريذر. طبعا اتوقع انه تجي رسالة بعد ما نسوي ريبريذر لانه شفنا احنا فنانين. طبعا لازم نسوي الاشياء هذه اول. قلنا فايبر مش، لا مش كلاس، وايرنكت. شوف خد جاهز هذا الشيء. نعم ممتاز ممتاز، كده صرنا رهيبين فنانين بطلين. طبعا ما عندنا مويه، بس نسوي اكل مملح بما انه ايش، احنا بعيد، ونخلي الملح الثاني عشان المويه. لا كده عندنا اكل احتياطي كثير، بس راح نحتاجه معي. طبعا كالعاده نوقف اللعبه شويه، نتاكد انه كل شيء كويس عشان نتاكد اني انا ما نتأكد ان سيفت اللعبة وما قعدت العب على الفاضي من غير ما سيف. هذا هو الريبريذر، نلبسه على طول ما ياخذ مساحة، اللي اخذ مساحة ويصير مكان القناع حق الاشعاع. طبعا اخر مرة رحت مكان الاشعاع وكنت لابس الريبريذر ما احتجت القناع حق الاشعاع، فنحطه هنا في المخزن حقنا اللي هنا، واذا طلعت اللعبة نزالة من اللعبة واحتجنا نرجع ناخذه. طبعا هذه الاشياء موجودة مفيدة، قلنا نسوي فيها وهذه الطرح الاخر في الساحه، هل نسوي قاعده هناك ولا لا؟ طبعا عشان القاعده دائما نحتاج حديد ونحتاج قزاز، عندنا قزاز، وعشان القاعده لازم يكون عندنا ماكينه القهوه الرهيبه. ماكينه القهوه الرهيبه اللي هي تقع سيف، طبعا ان كيس اني ما ماكينه القهوه الرهيبه اللي هي يبغى لها، قلنا ايش؟ كل يبغى لها ايش؟ تيثانيوم جولد، ايوه، والزرع الحمراء، ناخذ الزرع الحمراء معانا، الكورة الاحمر، الكورة اللي هو المرجان اظن، ما نقدر نتذكر، حبة معانا، حبتين بالمرة عشان نستفيد هناك، ما نحتاج حدايد، عندنا اشياء نقدر نروح فيها لاعماق بعيدة تحت البحر دحين، وعندنا حبة نحاس، عندنا قزاز، فنقدر نسوي قاعدة. حنحتاج كمان قزاز، نلاقي قزاز هناك ان شاء الله. ويلا ننطلق بسرعة عشان ربع ساعة كمان بس، ونروح نستكشف نشوف في الظلام. هذه لمبات الشيء هذا، الزرع التيمات حقي. طبعا انا رايح بشكل خطير، ما عندي بطاريات، وطالما عندي حبتين نحاس هنا وعندي الزرعات هذه، خلينا نجهز بطاريات ناخذها معانا جست ان كيس، نكون محتاطين. تشيك اب تشيك اب. ناخذ حبة نحاس من هنا، كويس. التخزين كيف مفيد، دائما خزن خزن في كل قاعد عندك. ايش اخذت انا بالضبط؟ لا يا مخ رجع، ما تتوقع، خذ النحاس. احاول اذكر ليش نحتاج النحاس، كنا احنا في القاعدة الأساسية نحتاج النحاس، في شيء نحتاج النحاس عشان ايوه نحتاج النحاس عشان، فاذا خلينا ناخذ معنا بطاريه واحده، نحاول نمشي حالنا بعدين. نحتاج النحاس عشان ايوه واحده بطاريه، بس واحده بطاريه اي، نحتاج النحاس عشان نسوي هذاك الشيء. فاضي فاضي، ناخذ حديد؟ لا ما ناخذ حديد، نلاقي حديد هناك ان شاء الله. طلق
للمكان اول على بعد 1000 متر على بعد 500 متر، نروح المكان الاقرب اول اللي هو طاحوا عند كهف اللي هو لايف بود 17، اللي كانوا يقولوا ايش لما طاحوا كانوا قاعدين يقولوا في اللايف بود 17 كانوا قاعدين يقولوا لايف بود 17 كانوا قاعدين يقولوا ما اعرف ماذا مش قاعدين يقولوا. نروح هناك ونستكشف الطريق ايش صار وايش السالفه. مكتوب اصلا انهم طاحوا مكان عميق في كهوف كثيره وتعرضوا لهجوم هناك. طبعا انا راح بدون مويه، حركه خطيره. بنروح غرب، الغرب هو بعيد عن غرب من المركبه الكبيره ومركبه الصغيره، وغرب شكله مش بعيد مره المكان. في الطريق ندور على ملح، ندور على زرعات مائيه، خلينا نشرب مويه عشان نكون عارفين انه قديش باقي لنا. نحتاج مويه كثير. بسوي قاعدة هناك إن شاء الله. أوه مكان جديد وحلو، فيه أشياء مفيدة. أها كويس، مش مرة عبيقة. 68 متر وأنا ما عندي ريبريدر وخزان مويه كبير. كانوا قالوا إنهم متعرضين لهجوم، بس أحس إن الأماكن بأمان ما في شيء. خلينا نزل نستكشف إذا الأمور طيبة عندهم. طبعا طلع السكانر برا، سكانر اهم شيء موجود عشان لقينا شيء نسوي له سكان. هذا عندنا يا سيموث، هذا اللي راكبينه هو السيموث. هنشوف طبعا ما اتوقع نجو كالعاده. عندهم شريط ناخده وكاتبين كلام، خلينا نسمع. It's the day of the crash. I don't know what the heck is happening. I'm scared and I'm not going outside. There are shadows in the water under the hatch, but I can't tell if they're rocks or aliens. There's weird-looking caves nearby. The Aurora was carrying everything needed to build the phase gate. Mobile vehicle bays, bioreactors, propulsion cannons. It had a cinema. There was a zero-G gym. My cafe. I don't understand how we're here now. I don't know why no one's coming for me. قاعد يشتكي كان انه ما حد قدر، ما حد جاي يساعده. كيف بيشتكي كيف مركبه، المركبه طاحت. يقول المركبه ما شاء الله كان فيها كل شيء، كان فيها جيم، كان فيها مسرح، ما ادري كان فيها سينما. ما اتوقع انه ممكن تنهار بهذه الطريقه حسب كلامه، تطيح يعني كلام زي كذا. قاعد يقول ليش ما حد يجي يساعدني. شايفين وهو قاعد يقول ليش ما حد يساعدني. طبعا جاء الوحش كسر مركبة واكله كبره وكسر له باب وهرب وراح في مكان، يمكن المكان اللي هداك يقول حنجتمع فيه، يمكن خلينا نشوف او يمكن نجا. طيب قاعد فلسف انا. طبعا برضو هذا الرجال موجود جنب الكهوف هذه اللي توديك لاعماق عميقه تحت البحر. المكان اعمق من قوه المركبه هذه واستحق الاستكشاف. ولكن قدرنا ندخل لحد جميل، جزيرة كهف الديدان الكبيرة اللي عايشة في المشروم وتدخل وتطلع. اوتش، تحاول تخوفنا. كهف غريب تحت الماء. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. دخلنا تحت 200 وزعلنا مركبة. طبعا نحتاج ايش نسوي؟ نركب تقول كلام فاضي. كيف انه المكان هنا مناسب ونتعيش فيه بعض الحيوانات المتوحشة، ولكن تقول انه في شيء صناعي، تقول في شيء صناعي موجود تحت مبنى صناعي موجود احد بانيه، فبنروح ندور عليه. ولكن زي ما قلت عشان نقدر ندخل الغواصة هذه الحلوة لأكثر من 200 متر نحتاج نسوي قاعدة تحت الماء، حاجة اسمها دراي دوك، زي ما تقول مينا تحت الماء نحطها نركبها فيه ونسوي لها تعديلات. ما يقدر نسوي تعديلات إلا إذا ركبناه. وهذا الشيء يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى إنه نجمع قطع أول، فلازم ندور أكثر في الحطامات على القطع اللي نقدر أخري نبني منه هذا الشيء.
احنا قديش بعدنا؟ خلينا نشوف اول شيء عن القاعده حقتنا الاساسيه. وخر 500 متر 500 متر الى هناك، 900 متر الى هناك. فانا اقول طالما المكان ده حلو لسه مش مره عميق وعندنا الاشياء اللي نقدر نقعد فيها كثير تحت المويه، نسوي قاعده هنا ونستكشف حوالين هذا المكان ونشوف اذا في قطع. اتوقع ان في قطع كثير طالما كهوف جنبنا. نسوي قاعده هنا ونحاول ندخل بالقاعده هذه اللي تحت الماء. خلينا نشوف اذا نقدر نسوي قاعده شويه اعمق عشان ما نقدر ندخل ونطلع. نسوي قاعده حتى تحت جنب المراكب هذه تلاقي عادة الشريط اللي فيه كلامهم، وتلاقي ايش عدة او شيء نادر يكون خاص بدال هذا الناجي اللي كان هنا، بس مش موجود. غريبة، تلاقي هيدو علبة مفتوحة، بيضة حيوان، تلاقي علبة مفتوحة شيء فيه نور، بس ما شاف اي شيء من هذه الاشياء دحين. خلينا ايش نسوي، ننزل تحت. انا ما شيكت الاغنيه هذيك راحت ولا لا. طبعا هذا المكان حقها، فاتوقع واحنا قاعدين نتكلم حترجع الاغنيه. هوقف اللعبه وحرجع اشيلها من جديد. اعتذر بالشده. فين الكهف راح؟ انا اقول نسوي قاعده هنا، نوقف على المشروم هذيك اللي تحت، نصير قاعدين في مكان نص بين السماء والارض. خلينا نشوف نقدر نسوي قاعده هنا اول شيء ولا لا. خلينا نشوف الوقت، عندنا تايم، الوقت يعني خلص، بقينا 5 دقائق. خلينا نبدا قاعده بسرعه قبل ما نروح عشان ما نخليكم معلقين من غير ما تعرفوا ايش قاعد يصير عندنا في واقعنا الاليم. نقدر ولا ما نقدر؟ ايوه ممتاز، نقدر نقدر نقدر. اوبس، نحتاج قطع عشان نسوي هذا ال، بس خلينا نحط باكيت القهوة اول. Emergency power only. ليش تكلمي كذا انت بالشويش؟ كأن قاعد تخاصميني. طيب طبعا نحتاج اكسجين عشان نسوي ذاك الشيء اللي يسوي كهرباء. نحتاج عندنا بايو رياكتر صح؟ ياه ما عندنا بايو رياكتر. باير رياكتر الا باير رياكتر سهل جدا. ايش بنسوي باير رياكتر؟ ما قصوا باير رياكتر، يحتاج غرفه كبيره واحنا ما لسه ما طلعنا الغرفه الكبيره، فخلينا نسوي القزاز ونقعد ساكتين احسن. طيب فنحتاج قزاز، نحتاج قزاز. لا تغني يا بنت، هذا الاماكن البركانيه دائما يكون فيها قزاز. نحتاج قزاز وتيتانيوم. سهلة ان شاء الله. لا تنسوا القاعدة حقتنا فين؟ اوتش، عشان ما كنا نضيع كل شوية. طيب اللغة دي بس قاعد تقول ما بتقول اي شيء مهم اتوقع، يعني احسن لها ما بتقول شيء ولا كلام فاضي. بتغني لكم عشان ما تحزنوا، عشان ما تكتئبوا في مكان الكئيب هذا تحت البحر. مش بدور ذهب، بس انا بدور على قزاز. هذا قزاز، يا سلام. عندنا قزاز كفايه ولا لا؟ طيب عندنا قزاز كفايه بس احتاج حديد. نصلح المركبه بسرعه لان شكلها قاعد تتعور. ممتاز، قزاز قزاز، ايوه قزاز. هذا قزاز، اوه ملح، يا سلام. هذا قزاز ملح عشان المويه. ندور هل في، ايوه هذا الشيء. نطلع السكينه من جديد ونطلع هذا كمان. شوف دقيقه نجهز لنا شويه مويه. لا مش داري يسوي مويه. هذاك الشيء زي الانبوب. صح 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 صح. شايفين قديش قاعدين تحت المويه ما عندنا مشاكل؟ شايفين؟ مو زي اول كل دقيقتين روح اشرب مويه، روح اشرب مويه، روح اشرب مويه. اقصدي قبل شوي كنت اقول كل شيء روح اكس تنفس، اطلع اتنفس اكسجين. سوري
هادي روبرتو. ايوه ليزر كاتر، هذا مهم جدا عشان نروح المركبه الكبيره. هذا هو قصاصه الليزر. أوب. نحتاج كمان قطع، بس كويس ان شفناها. ناخذ قزاز، طالما عندنا قزاز نجمع عندنا في المخزن. كنا نبغى ملح وزرعه ديك حقه المويه. عندنا مويه، عندنا مويه ان شاء الله. خلينا نكمل المكان ده ويصير نعتمد على السمكه البنفسجيه عشان المويه لين ما نلاقي المرجان الاسطواني عشان نسوي منه المويه النظيفه. اوكي، قاعد تحت الماء جوا. صح، نبغى نسوي ال اوه ما عندي حديد كفايه. محتاج تيتانيوم 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 تيتانيوم، ويصير ده اخر شيء ونمشي ان شاء الله. بس خلينا نلاقي اول شيء اخر شيء تيتانيوم. اي خبط المركبه كثير تنفجر فجاه. حد شايف حجر صغيرة يقول لي عشان ناخذ تيتانيوم عشان اوتش. واو عورتها تماما 85. طيب حجرات صغيرة دور في عائلة تيتانيوم عشان نقدر نجهز القاعدة اللي تحت. يصير عندنا موية وخرابيط. عينك يا حجرة. طبعا ايش نسوي هنا؟ عشان ما يفوت. اوه ايش؟ ايش صار؟ ايش؟ لغنا كده. طيب نحط هذا عشان العلامة تبقى موجودة. العلامة هي موجودة عشان نعرف. لا تنسوا قاعدتنا عند 17، عند 17 قاعدتنا موجودة الثانية عشان نلاقيها. ودحين نبغى تيتانيوم ضروري، وسمكة بنفسجية ما تضر عشان يكون عندنا مويه في يدنا. سمكة بنفسجية ثانية، سمكة بنفسجية، تيتانيوم. هل في تيتانيوم؟ يس تيتانيوم، وبالمرة تيتانيوم ممتاز. سمكة بنفسجية، شفت اختها تو قاعد تمشي في الراحة اختها هذه. تعالي تعالي تعالي، نحتاجك عشان مويك. عندنا مكان؟ ما عندنا مكان. يلا نرجع للقاعدة اللي قاعد اقول لكم. تعالي تعالي، ما في مكان. في مكان؟ تعالي اوكي في مكان. نقدر الحين يكون عندنا مويه كثير. القاعدة القاعدة اللي انا شكلي ضيعت القاعدة حقتنا. هذه العلامة؟ لا على بعد 1000. لا ما هذه العلامة. فين القاعدة؟ فين القاعدة راحت؟ اللي جنبها المركبة حقت الناس. هذه مركبتنا. هذه القاعدة بعيدة. القاعدة قريبة راحت. فين قلنا عليها علامة؟ نغير لون العلامة حقتها عشان نلاقيها. نشرب موية عشان ما نموت. دحين دحين ها. يمي. خلاص؟ طيب. حطينا علامة برتقالية. هذه علامة برتقالية وحمرة عشان نرجع الكهوف حقتنا اللي فيها الأشياء اللي نحتاجها وآخره. نصير نسوي القاعدة هذه. هذا الكهف حقنا الحلو، القاعدة حقتنا هذيك هي جوا. لا تنسوا دائما يكون معنا بطاريات، وندور على القطعة حقت الدراي باك. اوكي هذا الاخ هنا فوق عشان يجيب طاقة شمسية، ولكن احس ان في خلل صغير في هذه الخطة انه ما في شمس. اوكي في شمس توصل هنا الحمد لله. خفت انه ايش بس مرة الشمس قليل يعني اللي توصل لهنا. فشوفوا باور فوق 275، فيبغانا نستخدم هذا المكان. شايف ما اقدر استخدمه، الطاقة مش كفاية ان استخدمه، فلازم نقعد ندور زي الهبل شوية لين ما نقدر نستخدم الطاقة حق ذا المكان. شايف unpowered. افكر اني الملم كل شيء من جديد واطلع فوق عشان. طب قلنا ايش نحتاج احنا كمان عشان نبني شيء؟ هذه الغرفة اللي نحتاجها مالتي بيربس عشان نسوي فيها هذا البايو رياكتر اللي يغنينا عن الطاقة الشمسية، ولكن احتاج اما قطعها اول. سكانر روم مش مرة مهمة، هل تقدر تستخدمه دحين؟ ايوه. طيب ايش قلنا اهم شيء ايش؟ طبعا كل مرة هتستخدمه حتنقص الاشياء اللي عندك، فاستخدمه بحكمة. طبعا دحين قلنا نسوي بطاريات. ايوه قلنا حكمة صح؟ اوكي كل ما استخدم شيء بيروح. معلش هل نقدر بليتش؟ معلش مويه عادية. استنى
شوية عشان نقدر نسوي ماي. هذا الماي كفاية شكله، كل خمسة يمديك تقطع وصة كويسة. طيب ايش نقول طالما احنا وصلنا هنا غميق والاغنية صارت غريبة كذا نيو 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 نيو، خلاص اذا نسيف اللعبة هنا، تكون نهاية الجزء العاشر ان شاء الله، وان شاء الله على الفيديو الجاي تكون الطاقة تعبت اصلا اوريدي قاعد تتعبد الحين. الفيديو الجاي الجزء العاشر الجزء الـ11 ان شاء الله نروح نشوف القاعدة الثانية اللي هناك، نكمل الاشياء اللي هنا ونروح نشوف القاعدة اللي هناك، وفي الطريق واحنا رايحين نحاول نجمع قطع نسوي فيها الدراي دوك اللي حقنا نسوي منه الميناء اللي تحت البحر، اتوقع معنا الميناء اللي تحت البحر كل مضايعة اللي هو نقدر منه ايش نركب تعديلات على المركبة الغواصة الصغيرة حقتنا السيموث اللي هي واقفة برا في مكان ما، ونروح اماكن مع اميجا. وشكرا اميجا، شكرا اميجا مرة شكرا على التفرج، ونشوفكم كلكم الفيديو الجاي ان شاء الله. حقعد انا جوا هنا وسيف عشان اقدر اتذكر انا جيت هنا ليش، مش قاعدين نسوي عشان اتذكر اني احتاج هذا عشان المويه اللي هي هذه المويه عشان كنا ماي كثير، وزي ما قلنا نشوفكم كلكم الفيديو الجاي ان شاء الله. بسوي شقاوة لا تغطوا تحت البحر من غير ما اكون معاكم خزان مويه كبير وحاجه اسمها ريبريذر. شكرا شكرا.